السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي إيمان، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت حلو على ذوقكم. طبعا ما زلنا مكملين مع بعض سلسلة تجديدات غرفة النوم الرئيسية، وزي ما قلت لكم قبل كده إن شاء الله هنعمل مع بعض كل حاجة في الأوضة، كل ركن في الأوضة اللي هنفرشه مع بعض وهنشوف ايه الحاجة المناسبة ليه وهنعملها برضو. والنهارده ان شاء الله جايبه لكم فكره برواز ان شاء الله برضو هنحطه في الاوضه. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، ممكن اي حد يقدر ان هو يعملها ومش هيكلفنا اي حاجه خالص، حاجات بسيطه جدا بس في الاخر النتيجه بتبقى حلوه وان شاء الله هتعجبكم. معايا هنا الاعواد اللي هي بتاعه الخافض زي ما انتم شايفين كده، انا معايا حوالي 32 واحد من دولت، معايا 32، العدد بتاعهم 32. ومعايا هنا السبراي الذهبي ده، اي نوع سبراي ذهبي موجود. ومعايا طبعا مسدس الشمع بتاعي. انا طبعا دلوقتي انا هرسم لكم الشكل اللي انا عايزه اعمل بيه البرواز. معايا هنا دلوقتي انا هعمله نظام كده مربعات كده زي ما انتم شايفين كده معايا، وهلزقها في بعض زي ما انتم شايفين كده. انا عملت الثمان مربعات زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا بقى دلوقتي هوريكم الرسمه اللي انا عايزه اعملها. انا عندي هنا ست مربعات زي ما انتم شايفين كده، حطيت ثلاثه فوق اهوت وثلاثه تحت زي ما انتم شايفين كده معايا، بس طبعا بظبط المسافات كلها اهوت زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الاثنين التانيين المربعين التانيين وهحطهم فوقيهم بالشكل ده. المربعين التانيين هحطهم فوقيهم بالشكل ده اهو كده زي ما انتم شايفين كده معايا، وهثبتهم بمسدس الشمع. يلا مع بعض نثبتهم بمسدس الشمع، والاخر هوريكم الشكل النهائي. كده اهم حاجه بس ايه، نظبط المسافات من كل مربع والتاني يبقوا قد بعض. انا هعملهم كده، احط كده واقيس، احط هنا احط هنا. احط هنا بالشكل ده، وابدأ بقى ان انا اثبت عادي الشمع لسه ما نشفش اهوت، بثبت عادي كده. الشكل ده تاني برضو نفس الطريقة. احط الاول كده واشوف. حاول بقى الزق كل الايه الاماكن اللي اعرف ان انا الزقها بحيث ان البرواز يبقى معايا ثابت. زي ما انتم شايفين كده معايا كده انا ثبت. هنا احط هنا برضو كده، هنا برضو اسيبه طبعا لما ينشف خالص وهوريه لكم. زي ما انتم شايفين ده كده شكل البرواز بعد ما ركبت كل المربعات، وده الشكل النهائي بتاعه. دلوقتي بقى انا هرشه بالسبراي ده، ده سبراي ذهبي طبعا، ممكن تستخدمه اي نوع يعني هيبقى حلو برضو. ده سبراي ذهبي هرشه دلوقتي اهو، هرش بيه البرواز وهوريه لكم. دلوقتي بقى هرش البرواز زي ما انتم شايفين كده بالمذهب، برب الاول
زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل البرواز بعد ما رشيته بالسبراي، وده شكل النهائي. دلوقتي بقى هعلقه على الحيطة وهروح. زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل البرواز بعد ما علقته على الحيطة. بجد شكله تحفة قوي وشكله جميل جدا، وحاجة بسيطة يعني، عملنا من حاجة بسيطة خالص وحاجة غير مكلفة، وفي الاخر ادانا الشكل ده. كفاية بس ان احنا عاملينه بايدينا، وحاجة بس احنا اللي عاملينها. بجد شكله حلو قوي. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم. اشكركم واشوفكم على خير دايما وبخير، يا احلى واجمل متابعين في الدنيا. انتظروا مني كل ما هو جديد ومفيد على قناة فكرة للتجديد. انتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.